للمزيد من التوضيح حول هذا القانون ينضم إلينا من تونس الأستاذ أبو بكر الصغير المحلل السياسي. رحب بك أستاذ أبو بكر، هل لك أن تطلعنا على الصورة بشكل أدق، ما هو الجديد الذي يضيفه هذا القانون وكيف يحمي الأجواء والحالة الانتخابية؟ مساء الخير. مساء الخير. هذا قانون وضع على مقاس بعض الأطراف الحزبية الحاكمة هنا في تونس، هدفه أساسا هو إقصاء منافسين جديين. أظهرت استطلاعات الرأي العام في الفترة الأخيرة أنهم يتمتعون بحظوظ كبيرة في الفوز بهذه الانتخابات، فالذي حصل هو فضيحة سياسية كبرى وانتكاسة لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس. ناهيك سيدتي أن كل الأطراف الداخلية بما فيها هيئة الانتخابات وكذلك الهيئات الدستورية والسياسية رفضت هذا التنقيح الذي يستجد تقريبا 4 أو 5 أشهر قبل موعد انتخابي، وهو وضع أساسا بصفة اختيارية خبيثة ليقصي أطراف سياسية هي بالأساس مناوية لحركة النهضة ولتيار الإخوان المسلمين. أعتقد أن هذا الذي حصل في تونس وهو السابقة تاريخية، حتى الاتحاد الأوروبي نفسه منذ أيام رفض أي تنقيح أو أي تغيير في القانون الانتخابي أشهر قليلة قبل إجراء الانتخابات، وكذلك أطراف خارجية أخرى وهيئات حقوقية دولية أخرى، لأن الأمر واضح أنه لعبة سياسية لضمان بقاء بعض الأطراف داخل الحكومة. فالإخوان يؤكدون اليوم أنهم يقبلون وينادون باللعبة الديمقراطية التي توصلهم هم للحكم، وحالما يتمكنوا من ذلك فانهم يختلقوا ويخترعوا القوانين التي تحول دون اي طرف اخر يمكن ان ينافسهم في هذا الحكم، وبالتالي فالذي حصل في تونس هو بالفعل كارثه سياسيه وانتكاسه كبيره لعمليه الانتقال الديمقراطي، ولا اعتقد ان رئيس الجمهوريه الذي هو السيد باجي قاسم السرسي معروف رجل ديمقراطي سيصادق او يوافق على هذا القانون، وبالتالي فالمرجح وكما يروج اليوم في تونس أن الانتخابات ستؤجل، لأن هذا القانون مطالب أولا أن يوقع عليه رئيس الجمهورية، في حالة ما إذا لم يحصل ذلك سيعيده إلى البرلمان لقراءة ثانية أو سيدفعه إلى استفتاء الرأي العام حوله، وهذا عمليا وماديا من المستحيل أن يتم، لأن الانتخابات تقريبا 4 أو 5 أشهر تفصيل معنا، وإذا اتجه رئيس الجمهورية في هذا المنحة فهذا الأمر قد يتطلب 6 أو 7 أشهر، وبالتالي فالمرجح أكثر هو أن هذا القانون لن يمر، وكذلك ستؤجل الانتخابات لفترة على الأقل سنة وتجرى في السنة القادمة في انتظار أن تتضح الأمور وكذلك تنكشف هذه اللعبة الخبيثة التي تتجه إليها بعض الأطراف السياسية وأساسا أقوى الإسلام السياسي التي لا تريد. هل هو قانون إذن يستهدف يعني أطراف بعينها، قانون يقصيها ويعرقل الديمقراطية؟ نعم، هو أساسا قانون ضد الديمقراطية، لأن لا يمكن لأي طرف، هي بمعنى أنه مثل المقابلة لكرة قدم، في قبل 5 دقائق من إجراء المقابلة يقوم الفريق الذي يحتضن وصاحب الملعب أن يضع شروط من شأنها أن تقصي الفريق المنافس، وهذا ما حصل بالضبط، بمعنى أن حتى الفصول التي تم اتجاه التي اتجه إلى تنقيحها هي موضوع أساسا وبشكل خبيث على مقاس بعض الخصوم السياسيين الذين يتمتعون كما أشرت بحظوظ وافرة للفوز بهذه الانتخابات، وهنا أعتقد أن هو هذا قدر ذكاء سياسي وكذلك خطأ سياسي واضح. بالفعل ما تورط هذه الأطراف الحاكمة اليوم في تونس التي هنا أثارت الرأي العام في تونس بشكل كبير ضدها، وبينت بالفعل أنها لا تريد أن تقبل باللعبة الديمقراطية كاملة بقدر ما تريد أن تحتكر السلطة، وهي تدرك أن صندوق الاقتراع ليس في صالحها في هذه الفترة، وأقصد أساسا الإسلام السياسي والإخوان المسلمين الذين فقدوا الكثير من الأصوات بعد أن تبينت حقيقتهم وحقيقة الأجندة التي يشتغلون عليها وحقيقة ما يخططون له لهذا البلد تونس. هل التوقيت أساسا غير ملائم لتنقيح القانون الانتخابي؟
أولا التوقيت غير أخلاقيا وسياسيا وقانونيا ودستوريا غير مقبول. ثانيا أن القانون نفسه أن تأتي قبل 4 أشهر من الانتخابات وتضع مثل هذه الشروط، لأن هناك شروط أخرى أهم وأخطر، والذي يمجد الإرهاب، لماذا لم يتم الإشارة بالأطراف التي تمجد الإرهاب في هذا القانون ويتم إقصاؤها من المشاركة؟ لأن الأمر يشمل الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، لماذا لا يشمل قانون الأطراف التي تخدم أجندات خارجية؟ لأن هذا الأمر يشملهم، بينما اختاروا أطراف، هي الأمر مضحك، الأطراف التي تقوم بأعمال خيرية، الأطراف التي لها أعمال إنسانية، أو الأطراف التي تريد تظهر أنها تمتلك مؤسسات عالمية، وبالتالي كما حصل مع السيدة بالقروي وهو صاحب قناة التلفزيونية ويتمتع بحقوق كبيرة، والتي تريد أن تلعب هذه اللعبة الديمقراطية. معروف ووضع على مقاس بعض الخصوم السياسيين لإقصائهم فقط. شكرا جزيلا لك أستاذ أبو بكر الصغير المحلل السياسي، كنت معنا من تونس، شكرا لك.